أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز تاريخ 27/11/2019. محدثكم عصام اسطنبولي. نظرة على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية، ليس لدينا اليوم أي أرقام قد تصدر في المملكة المتحدة قد تؤثر على حركة الجنيه الاسترليني. أما خلال الفترة الأمريكية فإن هنالك مجموعة من الأخبار، أولها سيكون طلبيات السلع المعمرة الأساسية ويليها طلبات السلع الأساسية. ثانيا سيكون هنالك خبر الناتج المحلي الإجمالي، ثم يليه خبر مهم وهو مؤشر شيكاغو PMI وهو مؤشر مديري المشتريات، والمتوقع أن يصدر على تحسن عند 47.2 مقابل 43.2 في الرقم السابق. أما من الناحية السياسية لابد من الحذر خلال الفترة المقبلة بسبب الاستطلاعات الانتخابية التي ستجرى في 12 من الشهر المقبل واقتراب هذا الموعد. أما من الناحية التقنية نلاحظ التداولات التي تمت خلال الفترة الآسيوية والحركة السلبية التي تمت على الجنيه الإسترليني للوصول إلى مستوى 28.32. في الوقت الحالي لا تزال النظرة سلبية على الجنيه الإسترليني طالما أن التداولات تحت مستوى 28.70. فقد كسر مستوى 1.2870 يعزز النظرة الإيجابية لحركة الجنيه الإسترليني للوصول إلى مستوى 1.29، وكسر مستوى 1.2910 يعزز النظرة الإيجابية أيضا للوصول إلى مستوى 1.2935. فقد كسر مستوى 1.2820 يعزز النظرة السلبية على حركة الجنيه الإسترليني للوصول بالأسعار إلى مستوى 1.2795. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.